حديثنا الرياضي، واحنا في مرحلة هامة جدا للكرة المصرية. انتهت امبارح بالتعادل مع انجولا بنتيجة 2-2، وتأهل منتخبنا الوطني للمرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم. ماتشين بس بيفصلونا عن مونديال 2022 بإذن الله، ومهما كان الفريق اللي هنقابله منتخب مصر بإذن الله بنجومه بلاعبته الرجالة قادرين انهم يحسموا الصعود ويفرحوا قلوبنا بداو لغايه ما المباراه الفاصله دي. عندنا كاس العرب في ديسمبر وكاس الامم الافريقيه كمان في الكاميرون، نقدر من خلاله ان يكون في تجانس اكتر بين اللعيبه ونشوف منتخبنا بيعيد الامجاد باذن الله في كاس العالم. خلينا نقرا ونحلل كده المباراه. امبارح معانا على التليفون كريم سعيد الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا كريم. ويعني بداية بغض النظر عن كل الظروف المجموعة من ساعة ما بدأت التصفيات، لكن الحمد لله ان احنا امبارح ورغم وجود سلبيات اكيد اتأهلنا. يعني شايف الماتش ازاي امبارح، وشايف الفترة الجاية الجهاز الفني واللعيبة المفروض يعملوا ايه؟ صح، كل مشاهد اعتقد ان احنا يعني انقذنا نفسنا من يعني مشهد كان هيبقى سيء جدا جدا جدا، ان احنا نتلقى هزيمه من متزايد المجموعه، خصوصا كمان ان الفتره الاخيره طبعا مع قدوم الجهاز الفني الجديد بقيادة كروش كنا بنشيد بحاجات كتيره. امبارح المباراه طبعا يعني كانت سيناريو غريب جدا ان احنا نستقبل هدفين في اول نص ساعه، طبعا منهم واحد غير صحيح تماما بركله الجزاء ما فيهاش اي شيء، وكانت مجامله واضحه جدا من حكم المباراه. بس اللي حصل واحنا قدرنا طبعا نتدرج في الامر ورجعنا يعني بهدفين قبل حتى مرور الدقيقه 60. وكنت اتمنى ان احنا في ال 25 دقيقه الاخيره مع الوقت بدل الضيع ان احنا نضغط اكتر كنا ممكن ننتزع الفوز، بس يعني قدر الله وشاء فعل مفيش مشكله، واحنا خلاص ضمننا زي انت ما قلتي ضمننا التاهل. لكن خلاص احنا بقى فرصتنا الوحيده دلوقتي ان كاف فيردي تصنع المفاجاه وتطيح بنيجيريا عشان نقدر احنا نخش من الخمسه الاوائل، وان كان يعني اشوف ان الامر ده بقى صعب دلوقتي. يعني ما اعتقدش منتخب نيجيري ممكن يفرط في الفرصه دي. عظيم. طيب كريم، المباراه امبارح كانت صعبه في شوطها الاول وصعبه ايضا في شوطها الثاني، لكن احنا ظهرنا بشكل مختلف في الشوط الثاني. قدره لعيبه المنتخب على العوده مره ثانيه للمباراه ازاي بتشوفها؟ بتشير لايه؟ لا، العوده حاجه طبيعيه. يعني برضه احنا بنتكلم على منتخب مصر، منتخب يعني يملك سكواد ويملك قائمه قويه جدا 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 جدا. احنا منتخبنا يعني من افضل القوائم في افريقيا دلوقتي الحالي، سواء من اللعيبه المحليين، لعيبه الاهلي، لعيبه نادي الزمالك، او حتى اللعيبه المحترفين. معانا تقريبا دلوقتي يعني واحد من افضل ثلاث لعيبه في العالم، محمد صلاح. يعني منتخب مش قليل، وطبيعي انك ترجع، هو الاساس ما ينفعش تتاخر قدام متزايد مجموعتك 2-0. حتى لو انا اوكي خدت المبرر اللي قاله كيروش في المؤتمر الصحفي لما قال ان الرطوبه اثرت علينا بشكل جامد وكده، انا المبرر ده يعني في دوليه، وحتى ايفن لو انت عارف انك رايح تلعب في بلد فيها رطوبه عاليه خف بدري، انت ممكن تسيستم امورك ممكن يعني. وبصراحه اللعيبه الدوليين مروا بالظروف دي كتير جدا جدا ايا كان، لكن العوده طبيعيه. وكنت اعتقد كمان طالما كان متبقي حوالي نص ساعه بخلاف الوقت بدل الضياع كنا ممكن نكسب، بس مفيش مشكله. طيب كريم، شايف انه سلبيات المرحله اللي فاتت دي نقدر نتفاداها ازاي في المرحله اللي جايه؟ بنتكلم على كاس العرب، بنتكلم على امم افريقيا. بص، اقول لك حاجه، ممكن نعمل حاجه لطيفه جدا، ان احنا بقى نشيل من دماغنا موضوع التصنيف ده خالص، ان هو شغلنا كتير قوي. النهارده طبعا كلنا هنتابع الماتشين بتوع مجموعه نيجيريا وكاف فيردي. نيجيريا عندها ماتش مع ليبيريا متزايد المجموعه برضه، في ليبيريا يعني سيناريو مشابه للسيناريو بتاعنا مع انجولا، وكاف فيردي عندها افريقيا الوسطى. هنستنى طبعا نشوف الوضع. احنا خلاص يعني اتمنى ان الامر ده يتحسم عشان خلاص بقى نريح دماغنا ونبدا يعني نقول ايه، احنا عايزين نروح المونديال نلعب اي حد، بس اتمنى ما نلعبش الجزائر والسنغال. يعني اذا وقعنا في
الخمسه التانيين يعني. اتمنى ان احنا نبعد عن المنتخبين دول ونشتغل كويس. وكاس العرب طبعا احنا عارفين هو هيتلعب بدون لعيبه محترفين، هيبقى احتكاك قوي للعيبه الدوري المحلي واحتكاكات قويه جدا جدا للفريق. حتى على المستوى النفسي احنا عارفين المباريات العربيه بيبقى ليها طابع خاص يعني، فكلها احتكاكات كويسه. وان شاء الله ان شاء الله نشوف قرعتنا في الدور الجاي مع مين ونستعد كويس وربنا يكرمنا باذن الله. طيب احنا كمشجعين يا كريم دايما مستنيين هدف من محمد صلاح، مستنيين هدف من النني دايما، مستنيين هدف من اللعيبه المحترفين بره، مستنيين نشوف ادائهم بره عندنا. انت كناقد رياضي ازاي شايف ادائهم امبارح خلال المباراه؟ لا يعني ممتاز. كان محمد صلاح عمل 2 اسيست، النني جايب هدف. لا بس هو خلي بالك طبعا انا موافقك ان في ناس كتيره بتبقى مستنيه الكوبي وبيست من الاداء بتاع اللاعب في فريقه، مع مثلا صلاح مع ليفربول بنستنى نشوف كوبي وبيست معانا عشان نستمتع يعني. لكن لا طبعا في عوامل كتيره مختلفه تقدر تقيس اداء صلاح وتقول هو ليه ما عملش دي زي ما عملها في الباب. لا الدنيا مختلفه تماما. حتى امبارح صلاح هو عمل دور الصانع العادي يعني بدل عبد الله السعيد في مناسبات كثيره يعني. فانا اعتقد لا يعني شكلهم كان جيد جدا. النني جايب هدف جميل فعلا يعني، والتحرك بتاعه امبارح النني عمل ماتش جيد كمجمل، واعتقد اداء المحترفين معانا مقبول بشكل كبير. طيب كريم، مساله انه امبارح كيروش غير اماكن لعيبه زي مثلا على وجه التحديد محمد شريف، شفت ده خلق ازمه امبارح في الماتش؟ بصي للامانه اي مدير فني جديد معاه مساحه ان هو يقعد يغلط، ده طبيعي. احنا بنتكلم ان كيروش مش بادئ التصفيات مع المنتخب، هو جه انقاذا للموقف السيء اللي وضعنا فيه الكابتن حسين البدري بقى اللي هو ماسك الجهاز السابق، والراجل جه عشان يعني ينقذ ما يمكن انقاذه. ايوه كريم، بس الناس كانت بتقول مثلا امبارح انه ما ينفعش نجرب حاجه زي دي في المباراه بتاع امبارح، انت كناقد رياضي شايف ايه؟ ما صح لا ما بصي تاني، مصطفى محمد انا بوجهه نظري مش هينفع يلعب مع محمد شريف، الاثنين هيعملوا قفل، دي وجهه نظري الشخصيه، الاثنين يعملوا مع بعض قفل في الملعب. طيب كيروش ما حتى لو خد قرار غلط منطقيا ما اقدرش اقول له كده، ليه؟ دي لسه الراجل ما لعبش على المنتخب على بعضه 10 ماتشات. فلسه هو برضه بيدرس وعنده وجهات نظر ولسه عنده حاجات كتيره بيفهمها. الناس ما تعتقدش ان احنا كمتابعين للمنتخب ده بقالنا يعني من صغرنا او المنتخب ده حاليا السكواد ده من فتره طويله ما حد يعتقد ان كيروش عنده نفس الاقتناعات بتاعتنا. لا طبعا هو راجل بيحتاج ان هو يطبق بعض الحاجات، عنده حاجات عايز يعملها، فطبيعي ان هو يغلط شويه يعمل شويه، بس الاكيد ان هو قدر انه يلحق نفسه وهو مغلوب 2-0. وتاني انا مش عايز اقف عند تاني، هو اللي مضايقنا كلنا ان احنا كان عندنا امل ان احنا ندور يعني ندور شويه صحيح ونضغط نيجيريا بحيث ان احنا يعني نوصل للخمسه الاوائل، بس اعتقد يعني تاني الموضوع بقى صعب شويه. كل مباراه دايما بيكون ليها ظروفها كريم، يعني احنا امبارح برضو من الناس كانت بتتكلم على وجود كابتن عبد الله السعيد، طبعا يعني لعيب محترف ولعيب مهم جدا، لكن كل مباراه زي ما بنتكلم دايما انه يكون ليها ظروفها. الناس كانت بتتكلم ليه مش محمد مجدي قفشه؟ ما تاني لما بص تاني ما هي كلها قناعات يعني كلها قناعات والموضوع طبعا الناس بنتكلم في امور فنيه انها برضه ممكن تتاخد يعني اكيد طبيعي بيبقى فيها جزء جماهيري. يعني هتلاقي النهارده على السوشيال ميديا طبعا طبيعي جمهور الاهلي حابب اللعيب بتاعه اللي يلعب، جمهور الزمالك حابب اللعيب بتاعه اللي يلعب، وهكذا. الحاجات دي كلها بتلاقي فيها بعض الاراء المتاثره بالانتماءات، لكن احنا بنتكلم ألف به تحليل. انا ما اقدرش الوم مدير فني لسه ما كملش 5-6 ماتشات رسميه مع الفرقه واقول له انت ليه بتعمل كده؟ لا هو طبيعي ان هو يتعلم، هو طبيعي ان هو يعمل اللي هو عايزه، والا بقى كل خطوه وكل نفس هياخده هنقف له على دماغه ونقول له انت ليه بتعمل كده وليه بتتنفس كده؟ لا كريم، هو على وجه التحديد شويه الناس بتقول انه عبد الله السعيد بيلعب على حساب مجدي قفشه في الحته دي علشان حاله التجانس والانسجام اللي بينه وبين محمد صلاح، انت شايف الموضوع ده ازاي؟ مش شرط. لا يا طبعا مش شرط
يعني مشرف في الاخر ده خيار. ما بصي احنا واصلين لدرجه ايه؟ ان احنا بنحلل الاختيار بتاع المدير الفني. هو ممكن يجي يقعد معانا يقول لنا والله انا شايف ان أفشة في الفتره الاخيره مع مباراه النادي الاهلي اتضغط بشكل كبير جدا 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 جدا، فانا مش عايز يعني اخد مساوئ الضغط البدني. ده ممكن كلام يتقال، وكيروش اصلا يعني من الراجل اللي واضح جدا في تصريحاته انه بيبعد تماما عن الامور الفنيه وبيبعد عن الامور الاختياريه بتاعته في اللاعبين. شفناها كذا مره، كذا مره سال سؤال وقال مش هجاوب، كذا مره سال سؤال وقال الامر اختيار فني وسكت. امبارح كل كلامه عن مبررات طقس ومناخ. فا اوكي ما يعني انا تاني مش عايز احول الامر اللي هو انا بوجهه نظري يعني شخصيه أفشة فارق كتير جدا عن عبد الله السعيد في حاجات كتير، يكفي الموضوع البدني والموضوع السني. يعني عبد الله السعيد فعلا متاثر تماما خلص، يعني هو في المرحله الاخيره من حياه لاعب كره القدم واضحه جدا. يعني عبد الله ما بيقدمش نفس الجهد اللي كان بيقدمه في ايام هيكتور كوبر وايام كابتن حسام بدري لما كان مدير فني للاهلي. عبد الله السعيد دلوقتي ما بيقدرش يرجع يدافع، بنشوف في اوقات كتيره جدا 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 ما بيقدرش. لكن تاني شوفي رغم كل ده وكل ده يعني جوايا وجوه عقلي، لكن تاني كيروش في الوقت الحالي مع بتديله فرصه انت يا كريم؟ نعم انت بتديله فرصه؟ مش بديله فرصه، هو فرصه التجربه يعني انا فاهم فرصه يجرب. التجربه لازم يجرب. عظيم. عارف نبدا نحاسبه امتى؟ فعلا نبدا نحاسبه بعد ما يخلص كاس العرب تماما ونعرف اللاعب مين ونقول له بقى ستوب، ونقول له هنا بقى ركز كده بالله عليك وصلي بينا على النبي كده وهنمشي واحده واحده عشان الماتشين اللي احنا نلعبهم دول ما فيهمش مساحه 1% خطر بس كده. عظيم. طيب احنا كنت عايز اتكلم معاك في نقطه ثانيه، يعني بعد تريزيجيه لما ينضم وعمر مرموش هو كمان لما ينضم، هل هنشوف شكل مختلف للمنتخب؟ يفترض طبعا. يعني عمر مرموش كان مديك اعتقد نكهه جديده ومديك لون جديد، يعني اعتقد للاعب راس الحربه. طبعا يعني نتمنى له الشفاء، هو غاب بسبب الاصابه، وان شاء الله تريزيجيه الحمد لله الحمد لله يعني واضح الاخبار الجايه من استون فيلا ان هو يعني ان شاء الله راجع قريب. اكيد دخول ورقتين زي دول للمنتخب مع بعض مع السكواد الحالي اكيد هيدوك خيارات اكبر، هيدوك قوه اكبر، مهم الاستغلال. صعب يعني برضو ساعات بيبقى في منتخب معاه اوراق كتيره جدا وساعات بتبقى نقمه مش نعمه، ان انا مش قادر اوظفه. فكل دي برضو يعني اختبارات وحاجات هنستناها من كيروش. بصراحه انا متفائل بالراجل. يعني هو بالتاكيد يا كريم النتائج الحاليه افضل من النتائج اللي كانت قبل كده، واحنا في الاخر اتاهلنا، لكن احنا بنتكلم والاداء. احنا كمان بس كنت بتقول من شويه انه انت منتظر كاس العرب، مفيش حاجه احنا مستنيينها من كروش في كاس العرب. احنا كنا مستنيين يعني كاس العالم. لا بس كاس العرب احنا مستنيين ان هو، لا احنا خلي بالك في نقطه مهمه، البطوله هتتلعب يعني مثلا الجزائر هتيجي من غير، انا قصدي انه احنا كمان بنلعب من غير المحترفين، فحتى حاله التجانس اللي احنا محليا اقوى. احنا محليا حاليا معانا اقوى لعيبه تلعب في الدوري، ربما اعتقد بس اللي هينافسونا اللي هو المنتخب السعودي. عظيم. بقيه المنتخبات بس هم اعتقد اللي هيفتقدوا اوراق كثيره في اوروبا. نشكرك يا كريم، كريم سعيد الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.